قصة مقتل الطالبة المصرية أماني الجزار لسه متصدر العناوين بعد ما انتحر قاتلها بعد جريمته بساعات. ومشاهدينا للتذكير، يعني أماني عمرها كان 19 سنة وقتلها شاب اسمه أحمد عميرة، وهي راجعة على بيتها وأطلق عليها القاتل النار في ظهرها وفارقت الحياة فورا، والسبب كان بحسب المتداول رفضها للزواج منه. من بعد ارتكاب الجريمة القاتل هرب، والسلطات بدأت فورا عمليات البحث عنه قبل ما يظهر في فيديو صادم بيتكلم فيه عن جريمته. أنا المجرم، أنا اللي كل اتهمه بالغدر والخيانة، أنا البني آدم اللي معرفش يعمل الصح حتى مع نفسه، أنا الإنسان معرفش يعمل الصح مع نفسه، معرفش يكون أي حاجة، حتى البني آدم اللي كانت في إيده مقدرش يدافع عنها ويعيش عنها. والله العظيم تلاتة انا عملت كده بمزاجي، وهي عارفة، هي عارفة كل حاجة. الله يرحمها، خد لها حقها مني. الكلام ده بعد ما خد لها حقها مني، لان انا عمري ما سامح نفسي. منك لله، انت السبب وانت اللي عملت فيها انا وهي كده. بعد الفيديو هذا قاتل أماني انتحر، وأعلنت الداخلية المصرية أنها عثرت على جثته في منطقة زراعية، وكان أطلق على نفسه النار بنفس السلاح اللي قتل فيه أماني. وطبعا الناس تداولت الفيديو واعتبرت يعني اللي صار نهاية مأساوية لقصة يعني كلها على بعضها أصلا مأساوية. المهم مشاهدينا، بعد انتحار القاتل طلع والد أماني الجزار اللي كان هو رافض يعمل عزل بنته قبل ما ياخذ حقها، وأعلن أنه راح يبدأ باستقبال المعزين بعد ما انتحر القاتل، وقال أنه شعر براحة كبيرة بعد ما سمع الخبر. عائلة أماني للتذكير كانت أنكرت تماما رواية أنه تقدم لها للزواج بشكل رسمي، وقالت أنه هو شاب سيء السمعة أصلا وبيتعرض لبنتهم كثير.